ايش اللي صار معكم؟ احنا من اول ما شردنا من الدار كان مين عمتي يوم ما اضحكوا رموا فسفور واحنا وين بالرملة رموا علينا فسفور، قلنا الله يستر على بدارنا. هم كانوا بيتركنا ليش لعمتي شردة من هنا، لهم ايش قصفوا الدار من هنا، ماتوا 4 من بنات عمي و4 أولاد من أولاد عمي، وماتت خالتي وماتت عمتي وماتوا عمامي كتير، وحتى ماتوا